السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الإعدادي مع درس جديد من دروس مادة العلوم بحل معاكم محافظة أسيوط وهحل الامتحان بالكامل علشان المحذوف بالنسبة لي الإعدادي العام بيبقى على الأزهر مقرر يعني طلبة الأزهر أسئلتهم اللي هي المحذوفة عندنا احنا بالنسبة لي الإعدادي العام أه السؤال الأول أكمل ما يأتي 2 mg اللي هو المغنيسيوم مع الاكسجين هيدينا 2 ام جي او اللي هو اكسيد المغنيسيوم كلوريد امونيوم هنحط له كده نشادر ان اتش 3 مع حمض الهيدروكلوريك اتش سي ال يستخدم نقط لمنع ايذاء الركاب بفعل قوى القصور الذاتي طبعا حزام الامان تحتل الارض الترتيب نقط من حيث بعدها عن الشمس الترتيب الثالث والترتيب نقط تصاعديا من حيث الحجم اللي هو الترتيب الرابع اللافل الزاد بعضها غازي مثل الأكسجين مثلا أو الهيدروجين وبعضها صلب مثل الكربون اللي هو الفحم عن اللي ما يأتي أهمية طبقة الأوزون للكائنات الحية طبعا تحمي الكائنات الحية من خطر الأشعة الشمسية الضارة نرى البرق أولا ثم نسمع صوت الرعد رغم حدوثهم في نفس الوقت لأن البرق ضوء والرعد صوت وسرعة الضوء أكبر من سرعة الصوت تعتبر الصودا الكاوية من القلويات بينما كلوريد الفضة من الأملاح أقول له لأن الصودا الكاوية بتزرق ورقة عباد الشمس الحمراء أما كلوريد الفضة فهو من الأملاح لأنه يتكون من فضة اللي هو الشق الموجب أو الأيون الموجب والكلور اللي هو الأيون السالب أكتب المصطلح العلمي كتل المواد المنصهرة تنتشر على جوانب البركان وده للأزهر والإجابة هي اللافا كسر الروابط بين ذرات جزيئات المواد المتفاعله وتكوين روابط جديده بين ذرات جزيئات المواد الناتجه طبعا ده اللي هو التفاعل الكيميائي غازات سامه تسبب تهيج الجهاز العصبي والعين اللي هي اكاسيد النيتروجين قارن بين حركه القطار وازرع المروحه من حيث نوع الحركه حركه القطار حركه انتقاليه ازرع المروحه حركه دوريه والسؤال رقم 2 على الازهر فقط الحجر الرملي والرخام من حيث نوع الصخر، الحجر الرملي من الصخور الرسوبية، والرخام من الصخور المتحولة. المولد الكهربي والمحرك الكهربي من حيث الوظيفة. المولد الكهربي تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية، والمحرك الكهربي تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية. اختر الإجابة الصحيحة. ثاني أكسيد نقط يعمل على رفع درجة حرارة الجو، والإجابة هي ثاني أكسيد الكربون. العنصر إكس يتحد مع الأكسجين بيكون مركب صيغته إكس 2 o 3 تدور إلكتروناته في ثلاثة مستويات للطاقة يبقى عدده الذري كام؟ طالما الإكس مدي تلاتة تحت الأو يبقى ده التكافؤ بتاعه عنده تلات مستويات طاقة يبقى عنده تلات إلكترونات في الآخر يبقى في الأول كان فيه اتنين وتمانية يبقى عدده الذري تلاتاشر اللي هو الألمونيوم تسبب قوى الاحتكاك تآكل الآلات ولا زيادة قدرة الآلة ولا لا تؤثر على الآلة تسبب تآكل الآلات الصيغة الكيميائية لمركب نيتريت الصوديوم هي NaNO2 من الشكل المقابل ما الذي يمثله الشكل طبعا ده بيمثل طبقات الأرض اكتب ما تشير إليه الأرقام واحد اللي هو القشرة الأرضية اتنين اللي هو الوشاح ثلاثة اللي هو لب خارجي ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ التيار الكهربي له تأثير مغناطيسي والإجابة صحيحة يحمل أيون الحديدوز ثلاث شحنات موجبة والإجابة خطأ ده أيون الحديديك الأوليفين والبيروكسين من المعادن المكونة لصخر البازلت والإجابة صحيحة وده على الأزهر فقط جسم وزنه 980 نيوتن احسب كتلته إذا كانت عجلة الجاذبية الأرضية تسعة من عشرة الكتلة بتساوي خارج قسمة الوزن على العجلة بتاعة الجاذبية يبقى تسعمية على تسعة وتمانية من عشرة 10. هتساوي مية كيلو جرام ما التغيير الذي يحدث للكتلة إذا انتقل الجسم من مكان لآخر لا يحدث أي تغيير للكتلة لأنها لا تتأثر بتغير المكان وبكده نكون حلينا مع بعض امتحان محافظة أسيوط إدارة الفتح التعليمية للصف الأول الإعدادي الأزهري والعام كان معكم معلم خبير محمد علي أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته